أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل فلن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل فلن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون
وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل فلن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا.
خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل فلن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل فلن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا
خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل فلن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين، أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين، أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimiz ile ve Kur'an-ı Kerim'den okumuş olduğumuz ayet-i kerimeler ile sana tevessül ediyoruz. Onların yüzü suyu hürmetine senden istiyoruz Allah'ım. Allah'ım ne olursun Müslümanlara zulmedenlerin zulümlerini kendi başlarına çevirver Allah'ım. Allah'ım Müslümanların canını yakanın canını yakıver Allah'ım.
Zalimleri koruyan maddi ve manevi güçleri yok ediver Allah'ım. Müslümanları kelime-i tevhidin nuru etrafında toplayıver Allah'ım. Allah'ım, senin kapına geldik, ne olur bizi boş çevirme. Dertlilere deva, borçlulara borçlarını ödemesini ihsan eyle. Hastalara şifa ihsan eyle Allah'ım. Kendi arzu ve isteklerinizi burada söyler ve şu şekilde devam edersiniz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli seyyidina Muhammed ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim. E'ûzu billahi minel hemmi vel huzni ve minel cübni vel buhli ve minel aczi vel keseli ve min galebeti deyni ve kahrir rical. Sübhane rabbike rabbil izzetemmâ yesifûn ve selâmün lel murselîn. والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة الله تعالى indinde makbul eylesin. Muhterem din kardeşlerim, bu duanın sırrı şudur: İflahı mümkün olmayan zalimlerin zulümlerini başına geçirir ve onları Allah-u Teala bu dua yüzsü hürmetine, bu ayet-i kerimeler yüzsü hürmetine helak eder. Fakat bu duayı yaptıktan sonra anında helak olmalarını beklemeyelim. Allah-u Teala onlara düzelmeleri için, yani zulümlerini, düşmanlıklarını bırakmaları için mühlet tanır. O mühletin sonunda da eğer düzelmezseler Allah-u Teala helak eder. Daha birçok faydası vardır. Videoyu uzatmamak için burada sonlandırıyorum. Allah-u Teala bütün Müslümanların, hususiyle abonelerimizin dualarını kabul eyleyiversin. Bir başka duamızda buluşmak üzere Allah-u Teala'ya emanet olunuz.